بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله استكمالا لسلسلة أعرف الدواء، بنتكلم معكم اليوم عن واحد من أهم الأدوية في الحقن البيطري، وهو السيميلرزان، إبرة الهيام الألمانية، المادة الفعالة ميلامينو فينيلارسين، وهي متفردة مفيش مثيل لها في السوق، آمنة للجاح، بنعطيها للإبرة اللجاح بدون أي مشكلة. أهم علاج للهيام موجود في الحقن البيطري هو إبرة السيميلرزان. زي ما هو واضح معنا، هي عبارة عن محلول مجفف بيتم فكه مع الماء المعقم. بنجيب 20 سم من المية ماء معقم ويتم خلطه وحقنه مباشرة بعد الفك. طبعا الجرعة بنعطي لكل 100 كيلوغرام من وزن الناجة 5 ملي من المحلول بعد الفك. يعني لو عندي ناجة وزنها 200 كيلوغرام، هنعطيها 10 سم من محلول السيميلرزان. لو وزنها 400 بنعطيها الجرورة كاملة 20 سم من محلول السيميلرزان. بنعطي كل 50 كيلوغرام 2.5 من المحلول. إذا الناجة نحيفة أو ضامر بنقسمه على موضعين، يعني لو هنعطيها 10 سم نقدر نعطي 5 و5 لو ضامر زيادة. طبعا عارفين أعراض الهيام، تتمثل في الضمور وانحراف الشهية، ضعف الأكل، وظهور الأورام والنفوخ في أسفل البطن امتدادا إلى الزور والنح. بنعطي السيميلرزان زي ما اتفقنا لأنه آمن جدا للجاح، وجرعة واحدة بتكفي، يعني تكفي جرعة واحدة للتخلص من المرض. طبعا بنعطيها اذا تم تشخيص الحالة هيام، سواء بالاعراض الظاهرة او التحليل المعملي. مدة تحريم السيميلرزان 2 أسبوع، مدة تحريم السيميلرزان 2 أسبوع في اللحم والحليب، وبيتم حقنه عن طريق العضل، الحقن العضلي العميق باللحم. وزي ما اتفقنا ان هي آمنة للجاح، يعني بنعطيها للإبل اللجاح دون أي محاذير، وهي بتعتبر متميزة عن بقية الأنواع الموجودة في السوق، لأن الأنواع الأخرى لا يمكن إعطاؤها للإبل اللجاح. دي نبذة مختصرة عن السيميلرزان، نرجو أن نكون أفدناكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.